السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور محمد نجيب ويفي، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير في كلية طب القصر العيني. النهاردة هنقدم محاضرة بعنوان A Case Based Approach to a Patient with IBD، اللي هو العيان أو العيانة اللي بنشوفهم كل يوم في البراكتس بتاعنا، في العيادات، في مستشفيات، الناس بتكلمنا عليهم، يعني حاجة بسيطة جدا. مفترض ان المحاضرة بتاعت النهاردة دي يعني جزء من حلقتين، فيعني هنشوف النهاردة ايه، والمرة الجاية ان شاء الله نبقى نتكلم على الجزء الثاني. الاجندة بتاعتنا كبيرة جدا، ضخمة جدا، فيها حالة واحدة بس، ده الاجندة الفظيعة بتاعتنا بتاعت النهاردة. في الحالة بتاعتنا البنت اللطيفة الأمورة دي اسمها منى، عندها 22 سنة، هي الحالة بتاعتنا كده، هي منى اللي عندها 22 سنة، هي بس دي الحالة بتاعتنا. المهم هي جت بتشتكي بقى لها 6 أسابيع، بقى لها بتعمل 4 لـ5 نون بلادي لوس موشنز بير داي، ويعني زهقت من الحتة القصة دي، فراحت ليه يعني خدت كده شوية ادفايس، فاستخدمت حاجة اسمها لوبيراميد، والليبرامايد ده وقف شويه اللوز ستولز بتاعتها دي او الموشنز بتاعتها بس مش كومبليتلي، وعندها ريكارنت رايت لور كوادرنت ابدومينال بين. في خلال الـ6 أسابيع دول منى نزلت 8 كيلو من غير ما تكون عامله دايت ولا عايزه تخس ولا عايزه تعمل فورمه الساحل ولا الحاجات دي خالص. مش بس كده، كمان البنت يا عيني عندها فاتيج وايفورتلسنس، وكمان قالت ان عندها bilateral knee and ankle pains. ما كانتش مش بتدخن، ما فيش الكحول، ما فيش انسيدز، ما سافرتش بره، ما فيش هوسبيتال ستاي، ما عملتش سيرجري، ما عندهاش سكين ليجنز او افكشن، ما عندهاش اي حاجه ابنورمال في المنسترالسي بتاعتها، ما عندهاش كونديشنز شبه كده في العيله بتاعتها. في الاكزامينيشن لقينا ان هي ضغطها 170، الهارت ريت 100، التمبريتشر عاليه، سيكا 37.8، عندها سنه بالور، عندها شويه افثس السرز في الماوث هي ما كانتش حتى بتشتكي منهم، والابدومن بتاعها تندر سبيشالي على الرايت الياك فوسه، ما عندناش جوينت افيوجنز في الجوينتس اللي هي كانت بتقول ان هي بتوجعني. ماشي، هنفكر في ايه؟ جاسترينترايتس ممكن، الريتبل باول يعني مش تعمل فيفر، انفلاماتوري باول اكيد طبعا، سمثينج ايلس طبعا، كان في كتاب لماري فورليو اسمه كل شيء ممكن، اي حاجه في الدنيا ممكن، زي باسيت، زي كانسر، زي ابندكس، زي تيوبركلوزس، زي اوفيريان. حاجه تانية ممكن، طبعا اخواننا اللي بيشجعوا الكوره عارفين جدا ان القضيه كمان ممكن. طيب هنعمل انفستيجيشنز ايه للعيانه دي؟ في عندنا حاجه اسمها الفيرست فيزيت انفستيجيشنز، يعني اللي هي البنت جات لك النهارده في العياده هنعمل ايه؟ هنعمل سي بي سي، اي اس ار، سي ار بي، نشوف بقى الثيرويد، نشوف الالكترولايتس، فاستنج 1 سي، كيدني، ليفر، ستول، كلتشر، كل الكلام ده. النتائج بتاعتنا لقينا الهيموجلوبين 10.1، الهيماتوكريت 32، سيدمنتيشن ريت 30، سي ار بي 35، والستول فيها ار بي سيز كتيرة جدا جدا، كلتشر بتاعها نيجاتيف، وبقية اللابس بتاعتها كلها ما فيهاش أي مشاكل. إيه النكست ستيب بتاعتنا؟ هنعمل انفستيجيشنز تانية ولا هنعمل حاجة تانية غير الانفستيجيشنز؟ تمام؟ طيب هل هنعمل ابدومينال ايمجينج، الترا ساوند، اكس راي، سي تي، ام ار؟ هنعمل سبيسيفيك لابس مثلا حاجة زي فيكال كالبروتكتين، انكا، اسكا، حاجات اذرز بقى زي مش عارف حاجة اسمها اونتر ممبرين بروتين سي، تو اي اي كولاي، نيوكليوتايد بايندنج اللي هو النوت تو جين، الحاجات دي بيقولوا ان هي ممكن تكون موجودة في الانفلاماتوري باول ديزيز، ولا على طول نجو فور اندوسكوبي؟ ايه راي حضراتكم؟ ناس كتيره جدا تقول لك لا يا عم نروح على الاندوسكوبي خلاص، ما احنا عرفنا ان عندها انفلاميشن وعندها دايريه وست اسابيع، يعني اكتر من 4 أسابيع عندها كرونيك دايريه، يبقى لازم نعمل. هنعمل كولونوسكوبي، ادي الكولونوسكوبي بتاعنا، ادي دخلنا من الانال فيرج على الريكتم على الريكتو سيجمويد، داخلين الدنيا لطيفه، الريكتم سبيرد وفري وما فيهوش اي حاجه خالص، دخلنا على الترانسفيرس كولون اللي عرفناه طبعا بالتريانجلر ابيرنس بتاعه، دخلنا على الهيباتيك فليكشر وعدينا منه بسلاسه ولطف وزرافه شديده جدا، دخلنا على الرايت كولون وابتدينا نغسل شويه ونشوف ادي الابنديكولار اورفيس اللي موجود في السيكا. اذا كولونوسكوبي بتاعها
تمام ما فيهوش حاجه. هل كده الكولونوسكوبي بتاعها خلص؟ لا طبعا، احنا اتعلمنا من واحنا صغيرين ان الكولونوسكوبي اللي انت ما تعملش فيه انتيوبيشن وتخش على الايليوم يبقى انت ده از انكمبليت كولونوسكوبي. بناء على ذلك قلنا لازم نبص على التيرمينال الايليوم، وقد كان. دخلنا طبعا التيرمينال الايليوم بتاع منى ولقينا المنظر الاتي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ادي في ايروجن، في حته انفلاميشن، وفي السر واضحه جدا جدا جدا، افس السر زي واضحه جدا، وهنحط الام بي اي عليها النارو باند ايمجينج، هنلاقي ان هي طبعا دي افس السريشنز واضحه جدا 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 في التيرمينال ايليوم، اثنين السرز واضحين جدا قدام حضراتكم في التيرمينال ايليوم. ايه الدايجنوزز؟ خلاص الموضوع بقى سهل جدا، احنا دلوقتي بنتكلم على حاله كرونز ديزيز. طيب ايه اللي نعمله بقى لما نقول ان دي حاله كرونز ديزيز؟ حاله عاديه جدا تقليديه جدا، نتعامل معها ازاي من بعد خطوه ان احنا قلنا ان العينه دي كرونز ديزيز؟ ايه النكست ستيب؟ النكست ستيب ان احنا لازم نعمل كاتيجورايزيشن للعينه، لازم نحطها في انتيتي معينه، لان اكوردنجلي هو هنبتدي العلاج على حسب الكاتيجوري اللي احنا هنحطها فيه. دي حاجه مشهوره جدا 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 اسمها الكرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس. كروس ديزيز اكتيفيتي اندكس دي حاجه العلماء اختاروها تبقى تول كده اقدر اكوانتيفاي بيها السيمتومز، بحيث ان ما يبقاش في اختلاف ما بين محمد نجيب وما بين احمد وما بين برعي وما بين محمود وما بين سعيد وما بين اي حد. ده يوسفول تو ديتيرمن الميديكيشنز اللي انا هديها، يوسفول تو ديتيرمن الريسبونس او الريميشن، وكمان بيحدد لنا الكواليتي اوف لايف من خلال حاجه اسمها الانفلاماتوري باول ديزيز كويشنير اللي بيعتمد على الكرونز ديز اكتيفيتي اندكس. دي البارامترز اللي انا بستخدمها، اللي هي عدد الستولز في اخر سبع ايام، الابدومينال بين سيفيريتي وبقسمها بدرجات من 0 ل 3 في اخر سبع ايام، الجنرال ويل بينج بتاعتها بجريدز من 0 ل 4، كومبليكيشنز دي خليها في الاخر، اليوز اوف الداي فينوكسيليت اللي هو زي البرمايت او الاوبييت للدايريا، ابدومينال ماس اذا انا حسيته في ولا ما فيش، questionable او definite، absolute deviation of the hematocrit، عشان كده كان عمايل الهيماتوكريت بتاعنا مهم جدا جدا، بنقول 47 للرجاله و42 للستات، والديفيشن بتاع الستاندرد ويت يعني هي نقصت في الويت قد ايه. كل حاجه من دول ليها ويت، يعني الفاكتور ده بيتضرب في رقم 2 في 5 في 7، كومبليكيشنز بتتضرب في 20. ايه الكومبليكيشنز؟ 1 بوينت لكل واحده من دول، كل ما هنلاقي واحده هتتحسب ب 20 درجه. ان انا الاقي presence of arthralgia او arthritis، وهي كان عندها arthritis، ان يبقى عندي iritis او uveitis، عشان كده كان مهم ان انا اقول ان عينيها ما فيهاش حاجه. presence of erythema nodosum bioderman gangrenosum او aphthous ulcers، وهي كان عندها aphthous ulcers، anal fissure fistula abscess و other fistula دي entity لوحدها، وجود الفيفر في اخر اسبوع وهي برضو كان عندها فيفر. هنلاقي ان في كميه عشرينات هنا مجمعه معانا زي الفل. طبعا الكالكوليتور ده سهل جدا جدا ان احنا نلاقيه اونلاين على الميد كالك على طول بكرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس اللي هو سي دي اي اي، وده اللينك بتاعه. هنلاقي ان منى 377 نقطه. سو ايه 377 نقطه دي انا هعمل بيها ايه؟ ولا حاجه، هعمل لها انتربريتيشن. هو الناس لقيت ان لو انا لقيت ان العيانه او العيانه اقل من 150 يبقى ده غالبا ده ريميشن او مش في اكتيفيتي، ولو اكتر من 450 يبقى ده سيفير ديزيز. المودريت تو سيفير اللي هو من 230 ل 400، وموست ميجور ريسيرش ستاديز قالت ان الكومبليت ريسبونس لو انا قدرت انزل بالسي دي اي بتاعها، سي دي اي اي سوري بتاعها، عن ال 70 درجه. في عندي طريقه ثانيه اسهل شويه من الارقام الكتيره المعقده دي، حاجه اسمها هارفي براتشو. هارفي براتشو ده عباره عن سمبل فيرجن من السي دي اي اي، بنعتمد فيه على الكلينيكال بارامترز بس، اللي هو الجنرال ويل بينج برضه من 0 ل 4، ابدومينال بين من 0 ل 3، نمبر اوف الليكويد ستولز بير داي، ووجود الابدومينال ماس من عدمه، ووجود الكومبليكيشنز ودرجه لكل واحده من الكومبليكيشنز. واكوردنج للقصه دي هقول ان انا الريميشن بتاعي لو الهارفي براتشو بتاعي اقل من 3، والريلابس او الاكتيفيتي بتاعتي لو الهارفي براتشو بتاعي اكتر من 7.
طبعا بقى بعد كده في كلاسيفيكيشنز بقى تانية اتعملت للكرونز ديزيز نفسه، مش معتمد على فقط الاكتيفيتي او الهارفي برادشو، ولكن حاجة اسمها الفيينا كلاسيفيكيشن والمونتريال كلاسيفيكيشن، دول اشهر اتنين كلاسيفيكيشنز، ودول بيعتمدوا على الايدج وعلى الديزيز لوكيشن، فده طبعا بيبقوا معتمدين على وجود الكولونوسكوبي وعلى الديزيز بيهيفير بتاع العيانه، هل هو ستريكشرنج ولا بنتريتنج ولا مجرد بس انفلاماتوري، ووجود طبعا في مونتريال كمان مزودين هل في عندي ابر ديزيز ولا لا، وهل عندي بيري انال ديزيز ولا لا، وقالوا على دول ان دول ديزيز موديفايرز. فبناء على ذلك انبثق حاجه اسمها الريفايزد مونتريال او المعتمد على الديزيز موديفايرز، ودول برضو معتمدين على الايج اقل من 16 17 ل 40 اكتر ل 40، واللوكيشن تيرمينال ايليوم كولون اليو كولون او ابر. وقال لك ان الموديفاير ان لو لقينا ابر سيمتوم مع اي حاجه من دول خلاص يبقى ده بنعتبره ديزيز موديفاير، والبيهيفير بتاعه طبعا مع وجود البنتريشن بتاعنا. اكوردنج لده هنلاقي ان منى نقدر ان احنا نعبر عنها نقول ان هي A2 عشان سنها 22، L1 لان هو التيرمينال ايليوم بس اللي افكتد، B1 لان هو نون ستريكشرنج ونون بنتريتنج. فيبقى لما اجي اقول ان الريفايز مونتريال بتاع منى هو A2 L1 B1. طيب السبيسيفيك لابس اللي احنا طنشناها دي قبل الكولونوسكوبي اخبارها ايه؟ السي ار بي والكالبروتكتين والاسكا والانكا. والله الناس لقت ان السي ار بي ده انفلاماتوري ماركر مهم جدا جدا واكيوريت ماركر طبعا للاكتيفيتي، وممكن بيكوريليت طبعا مع السي دي اي اي، ولكن للاسف الشديد انه 50% من العيانين ممكن اوف كرونز ديزيز ممكن السي ار بي بتاعهم ما يبقاش عالي، لكن طبعا لو لقينا السي ار بي فيري فيري هاي غالبا ده ماشي مع الفايبرو استينوتيك ديزيز. طيب وات اباوت الكالبروتكتين؟ طبعا الكالبروتكتين ده حاجه نون انفيزيف ولطيفه جدا جدا في الفولاب، لان مش معقول كل شويه هعمل للعيان كولونوسكوبي 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 كولونوسكوبي. فده لقوا ان هو بيكوريليت كويس جدا مع الريميشن والديزيز اكتيفيتي، وقالوا ان 155 في الكالبروتكتين ده عاده بيبقى ايديال للنون انفيزيف اسسمنت اوف الانفلاماتوري اكتيفيتي، وده لانه جود سنسيتيفيتي 96% وكمان لدايجنوستيك اكيوريسي للاندوسكوبيك اكتيفيتي اللي هي 78%، وكمان ليها فيري سيجنيفيكانت نيجاتيف بريدكتيف فاليو. اذا طول ما انا الاقي الارقام اقل من 155 مايكرو جرام بير جرام في الفيكال كالبروتكتين نبقى. قال لك بقى ان الفاليوز العاليه جدا جدا دي بقى انديكيتيف اوف انتستاينال انفلاماتوري اكتيفيتي، اي رقم اكتر من 1009 يبقى بالذات كمان لو اكتر بقى من 1473 يبقى ده انتستاينال انفلاماتوري اكتيفيتي. مش بس كده، لو ان ال 1128 ده هو الرقم اللي بيكوريليت مع السيفير اندوسكوبيك اكتيفيتي، يبقى معنى كده لو عملت كال بروتكتن لعيان او العيانه ولقيته اكتر من ال 1128 معناه ان انا متاكد ان انا بتعامل مع حاله مودريت تو سيفير اندوسكوبيك اكتيفيتي، يبقى انا لازم في التريتمنت اوبشن بتاعي همشي في سكه المودريت تو سيفير. فممكن افكر بقى في الحاجات بقى البيولوجيك والحاجات بقى اللي طبعا الثانيه. الاسكا والانكا والحاجات دي، والله قال لك الاسكا ده اللي هو الانتي ساكارومايسيس سيرفيسي، ده يعني ممكن بنشوفه في العيانين بتوع الكرونز ديزيز اب تو 60%، ولكن لو لقيناه عاده ده بيبقى انديكيتور ان انا بتكلم على سيفير ديزيز، وغالبا العيانين دول بيبقوا محتاجين ليتر اون سيرش. بالنسبه للانكا لقوا ان هي ممكن تبقى موجوده في الكرونز ديزيز، ولكن لقوا ان هي اكتر موجوده في الالسيف كورايتس. وطبعا بالنسبه للبارامترز الثانيه اللي انا قلتها زي الامب سي والنود 2 قالوا ان دول ماشيين اكتر مع الكرونز ديزيز، بالذات الفايبرو استينوتيك كرونز ديزيز اللي غالبا هيعوزوا يعني سيرجري، او اللي غالبا هيجي لهم بيرفوريشن او سمول باول ديزيز. طيب هنعالج ازاي بعد ما قدرنا نعمل كاتيجورايزيشن للعيان؟ في عندي مانجمنت مهم جدا جدا اللي هي قالته البريتش سوسايتي اوف جاسترونتولوجي، ده قالته في 2019، وعندي الثانيه الاشهر واللي غالبيه الناس بتتعامل بيها اللي هي الايكو جايد لاينز، والحقيقه ان برضو الايكو جايد لاينز برضو طلعت في اواخر 2019 واتعمل لها شويه موديفيكيشن كده، ده مش موضوعنا دلوقتي. الريكومنديشن بتاعت البريتش سوسايتي قال لك ان المايل تو مودريت اليوسيتال كرونز دول يتعالجوا بالاليال ريليس بيوتازونايد
9 مللي لمده 8 اسابيع، والمايلد تو مودريت كرونز ديزيز اللي هو الاقل شويه يتعالجوا بسيستميك كورتيكوسترويدز برضو لمده 8 اسابيع. وبعدين المودريت وسيفير ان كومبليكيتد ليومينال اليوكولونيك كرونز يعني ديزيز اللي هم هياخدوا سيستميك كورتيكوسترويدز انيشيالي، ولكن لو العينين دول عندهم اكستنسيف ديزيز او اذر بور بروجنوستيك فيتشرز يبقى ساعتها ممكن نفكر في الكونسيدريشن اوف البيولوجيك ثيرابي فروم ذا ستارت، يعني ما استناش الفشل بتاع السيستميك ستيرويد. طيب امتى اعمل سيرجري؟ لو عندي لوكالايز كرونز ديزيز زي لوكالايز اليوسيكال كرونز زي ايه؟ زي الناس اللي عندهم انيشال ميديكال ثيرابي فيلد، لو الريلابس افتر الانيشال ميديكال ثيرابي، الناس اللي بتبريفير سيرجري اوفر الكونتينيود ميديكال تريتمنت، يعني خصوصا لو عندهم لابروسكوبيك ريسكشن. وطبعا هنفويد السيستميك واللوكالي اكتنج كورتيكوستيرويدز للمينتنس بتاعت العينين الاليو كولونيك كرونز ديزيز نتيجه طبعا التوكسيسيتي ونتيجه ان هم عندهم لاك اوف افيكاسي. طيب انا بقى بعد كده الناس اللي ريسبوندد للبريدنوزولون دول همنتين على ايه؟ اللي هم المودريت وسيفير، همنتين على السايبرينز لازاثيوبرين او كده زي الميوران او ما الى ذلك، او الميثوتريكسيت ان اوردر تو مينيمايز الريسك اوف الفلير بتاعهم. الميثالازين از نوت ريكومندد فور اندكشن اور مينتنس اوف ريميشن ان كرونز ديزيز. فاخوانا اللي بيدوا الميثالازين للكرونز ديزيز ملوش اي لازمه، تمام؟ طيب بيولوجيك ثيرابي طبعا ده يعني وده هنتكلم عليه طبعا ليتر اون باستفاضه مع زمايلنا، يعني ريكومندد في العينين اللي هم ريفراكتوري تو الاميون ميديوريترز، وطبعا ممكن يبقى نعتبره ساعتها الكونسيدريشن طبعا الدراج اوف تشويس طبعا في الناس دول اللي هم ممكن ياخدوا الانتي تيومر نيكروز فاكتور او الاوستكينوماب او الفيدوليزوماب في يعني داخل بقى فيها بقى البريفرنس والكوست، التفاصيل دي كلها هتتقال ليتر اون. طيب الايكو قالوا ايه؟ الايكو قالوا ان المايلد تو مودريت برضو هياخدوا البيوديزينايد برضو نفس القصه، واجينست برضو اليوزنج اوف الميثالازين او الفايف امينو ساليسيليك اسيدز. اذا كل السوسايتيز اجينست ان انا استخدم الفايف امينو ساليسيليك اسيدز في العينين بتوع الكرونز ديزيز، ومع ذلك كل يوم بنشوف عينين كرونز ديزيز ماشيين برضو على فايف امينو ساليسيليك اسيد. عشان انديوس الريميشن في العينين مودريت وسيفير برضو هستخدم السيستميك ستيرويد، واليوز اوف البيولوجيك ثيرابي ممكن استخدمه في الحالات الريفراكتوري، وهم اجينست اليوز اوف الثايوبريم از مونو ثيرابي فور اندكشن اوف ريميشن للمودريت تو سيفير يعني اليومينال ديزيز، واجينست الكومباينيشن اوف البيولوجيك ثيرابي بالذات الادليموماب مع الثايوبريم اوفر الادليموماب الون. يعني قال لك لو انا هدي الادليموماب الون يبقى ده احسن من ان انا اعمل له كومباينيشن. لو عايز ان انا اكومباين ثايوبرين مع بيولوجيك يبقى ممكن ان انا اعمل الكومباينيشن ده مع الانفليكسي ماب مش مع الادليموماب. اما بالنسبه للاوستيكينوماب والفيدوليزوماب دول ريكومندد فور اندكشن للعينين المودريت تو سيفير اللي عندهم inadequate response للconventional therapy او اللي خدوا anti tumor necrosis factor في الاول، يبقى هقلبهم على طول على الاوستيكينوماب او الفيدوليزوماب. وهم صراحه الايكو ما عندهمش يعني بريفرنس معين ما بين الاوستيكينوماب والفيدوليزوماب، بالعكس هم قالوا ان هم يعني they are equal بالنسبه لهم للعينين اللي خدوا قبل كده او failed انتي تي ان. ده باختصار شديد جدا ريكومنديشنز، طبعا التفاصيل اكتر هتتقال في الكلام اللي بعد كده. ان كبسول اي بي دي از ان افري داي براكتس، افري ستوري از يونيك اند ذا تريتمنت شود بي تيلورد افتر ثورو ستيبس اند اسيسنج السيفيريتي والاكستنت بتاع الديزيز، كلينيكال لابوراتوري اندوسكوبيك وسام تايمز الايمجينج تكنيكس ممكن هي انتجريت. وفي عندي محاضره على فكره حلوه جدا جدا على اليوز اوف الالترا ساوند في الانفلاماتوري باول ديزيز، انصح حضراتكم ان انتم تشوفوها على السايت بتاعي. الديب ميكوزال هيلينج طبعا ده بريفير، وطبعا احنا شفنا في محاضره عن الكلام ده، وطبعا ان انا عندي تريتمنت اوبشنز كثيره جدا ولكن لازم تبقى متفصله على
العيان بتاعي عشان اقدر ان انا اعالجه بالشكل المظبوط. بيولوجيك ثيرابي از ان افيلبل اوبشن، ما هواش الاونلي اوبشن، اختياره والاوبتمايزيشن بتاعه ومتابعته دي ان ارت محتاجه فيزيشن لازم يكون ويل تريند. على قصه بقى ويل تريند، احب اقول دايما الجمله اللي بختم بيها اي محاضره، ان الاكسبرت ان اني ثينج واز وانس ا بيجنر. شكرا جزيلا لحضراتكم، وطبعا بستغل الفرصه ان انا يعني ادعو الناس كلها اللي هي يعني ممكن تبقى موجوده في مصر في الفتره دي ان هي تيجي تحضر السمر سمت بتاعنا في اسكندريه الجميله بعد شهر من دلوقتي ان شاء الله يوم 19 و20 اغسطس. شكرا جزيلا لحضراتكم.